لا كيفك؟ الحمد لله تمام. شو الأخبار؟ شو أحوالك؟ لاباس؟ لاباس لاباس الحمد سافا. لله. يعني فضيلة روائيين كتار انشهروا، كانت عندهم روايات متعددة وانشهروا برواية واحدة، صحيح وروائيين آخرين انشهروا وعملوا فقط رواية واحدة. حظ. حظ، أي حظ. الحظ أي. أم الإبداع؟ أحيانا حظ، أحيانا على فكرة تكون كارثة على الكاتب أنه يكتب رواية واحدة فقط ثم يصاب بمرض ما يسمى بالصفحة البيضاء، ما يعودش يحرك القلم نهائي يعني ولا فكرة تطلع في رأسه. هناك كتاب اللي اشتهروا بالكم الكبير من الروايات اللي كتبوهم. أنا مثلا تفكروا الروائي البلجيكي جورج سيمينون اللي كتب 193 رواية، يعني كان الكم الكبير هو هذا اللي حقه، هو اللي رفعه. نجيب محفوظ اللي احنا نعرفه جيدا، وحتى إحسان عبد القدوس، وحتى يوسف إدريس، يعني كتبوا عدد هائل من الروايات ومن القصص. ولكن أنت بتعرفي أنه في كثير من الروائيين لما بتقري لهم رواياتهم تحسي هاي الرواية قريتيها لأنه كان هناك فكرة جديدة، ورواية أخرى لأنه امتهن الكتابة. صحيح صحيح. أحيانا تكون القصة شيء جديد، صح، أو في فكرة يعني أو فكرة قصة. أو أسلوب، أو يعني تميز كتاب كثر بالرواية الواحدة مثل مارغريت ميتشل اللي معروفة هذه، ذهب مع الريح. ذهب مع أعتقد الريح. أنه الفيلم كنا نشوفوه كل سنويا، كنا نشوفه ذهب مع الريح. ذهب مع الريح حقق لها نجاح كبير وكان تحدي، وقصة تقول أنه صديق لها تحداها، وقصة تقول أن زوجها كان يهينها ويقول لها أنت غير نافعة لشيء، وكانت تحب الكتابة فكان يقول لها أنه لن تكتبي شيئا ذا قيمة. فعكفت لمدة 6 سنوات على كتابة هذا النص، ثم أطلقت، نالت جائزة بوليتزر، باعت لا أدري كم مليون نسخة، أصبحت الأكثر مبيعا في العالم، ولكن للأسف صدمتها سيارة وماتت، وما عادت قدمت أي منجز آخر طبعا. طبعا إيه، لا إذا تقدموا من القبر يعني. صح. ولكن بتعرفي أنه ما كنت عارفة يعني هذه التفاصيل عن رواية ذهب مع الريح. أحيانا يعني تغيب عنا، بتغيب عنا، تشتهر الرواية تعرفي. وبطلة صح. الرواية بتحسي النجمة هي الرواية أكثر من أنه صحيح، من والبطل اللي يكون هو اللي أحيانا يغطي على الكاتب. نعم صحيح. من العائلات الروائية المعروفة جدا والمشهورة عائلة برونتي، عندهم 3 صبايا وثلاث صبايا كانوا يكتبوا. طبعا شارلوت برونتي اللي كتبت جان إير هي اللي اشتهرت في البداية. أختها الصغرى اللي هي إيميلي كتبت رواية مذهلة اللي هي مرتفعات ويذرينج، ما كانش اللي مقرهاش خاصة في عمر المراهقة. نحكي على جيلي أنا والجيل اللي أكبر مني قليلا، لأنه فيما بعد تغيرت مقاييس القراءة. كتبت الرواية أول شيء باسم مستعار اللي هو إليس بيل، ولكن أختها الكبرى عادت نشرها باسمها الحقيقي بعد وفاة إيميلي بمرض السل. وأعتقد كاين الفيلم أيضا نقدر نشوفوه ونشوفوا حكاية الثلاث أخوات. الرواية اللي نشرت بعنوانين مختلفين، أن تقتل طائرا بريئا أو لا تقتل عصفورا ساخرا، وصلت مبيعاتها 30 مليون نسخة للكاتبة الأمريكية هاربر لي، نالت عليها جائزة البوليتزر سنة 61. هي الرواية الوحيدة للكاتبة. الكاتبة ما ماتتش يعني في عمر مبكر، عاشت 91 سنة ولكن لم تستطع أن تقدم رواية أخرى. ربما لم ترد أن تكتب، يعني في منهم. لا، هو هذه العقدة اللي تصيب الكتاب، يعني مرض الصفحة البيضاء، اللي ما يقدرش يلقى. اللي بيعرفوا كله بيكتبوا. بتعرفي يمكن لهيك فضيلة الكاتب أو غيره من الأشخاص اللي بيشتغلوا دائما بالمجال الأدبي، هم بحاجة لأنه يملأوا مخزونهم. طبعا. لأنه إذا مخزونك أفرختي بكتاب أو بصفحات معينة، فخلص يعني تصبحين خالية الوفاض، محتاج لمحروقات من نوع صحيح آخر. صحيح. نحكيه على الكاتبات العربيات منذ سنوات. اشتهرت رواية اسمها بنات الرياض. أنا قرأتها، قريتيها. رجاء الصانع. رجاء الصانع، الرواية باعت 3 ملايين نسخة، طبعا الرقم صغير مقارنة مع ما يبيعه الكتاب الغربيين. ولكن بالنسبة لكاتبة عربية هذا الرقم مهول جدا. ترجمت الرواية إلى 40 لغة. طبعا نتوقع ربما أن تكتب، هي طبيبة أسنان الكاتبة، نتوقع أن تكتب
رواية أخرى ربما كانت تريد أن تكتب. يعني أعتقد أنه عندما تم أو عملوا مقابلة معها كانت تقول أنه هي يعني بصدد إنتاج أو عمل رواية أخرى، ولكن كما تقولين حتى الساعة لا يوجد أي شيء. نتمنى أن تكون النوايا يعني بعدها موجودة صح. لأنه من الصعب جدا أن يكون هذا النجاح البوم الكبير ثم يخاف الكاتب من أنه يقدم عمل ويفشل. صح. خاصة بأنه فكرة يعني بنات الرياض أيضا كان يعني الأساس بهذه الفكرة هو عن التابو أو ما كنا نجهله عن الحياة في السعودية وفي منطقة الرياض. صحيح. اللي دائما يعني لها قوانين على شكل بوح إيميلات. صحيح. ورسائل. صحيح. فيها كان فيها الكثير من الإخراج. صحيح. الجميل ما خبئ في الصندوق الأسود. صحيح. صحيح. هناك روائية سودانية تدعى ملكة الدار محمد عبد الله، لم تكتب سوى رواية واحدة بعنوان الفراغ العريض، نشرت بعد وفاتها للأسف. نعم. ولكنها اعتبرت مؤسسة للرواية النسائية في السودان، صورت حياة المرأة السودانية بتفاصيلها خاصة ما بعد الحرب العالمية الثانية. في الجزائر كاين يمينة مشاكرة اللي كتبت رواية اسمها أريس، وعندها كتاب آخر اللي هو المغارة المتفجرة، ولكن النقاد يعتبروه قصيدة نثرية طويلة. رواية أريس هذه هي على فكرة كانت طبيبة وكانت تشتغل في نفس ضيعتي اللي أنا خلقت فيها اللي هي أريس. ولكن هذا الاسم منحته لبطلها. المؤسف أنه هذه الرواية الوحيدة لم تكتب غيرها لأنها أصيبت بمرض نفسي أو عقلي لا أدري، وقضت جل ما تبقى من حياتها في مستشفى الأمراض العقلية الذي كانت تداري فيه مرضاها. شوفي يعني قد ايه صعب. مآسي الكتاب، لكن حكايتهم في حد ذاتها يعني كأنها رواية. يعني أحيانا الإنسان لا يصدق أنه معقول مستشفى اللي كانت تعالج فيه الناس تصبح هي نزيلة فيه إلى أن تموت. نعم. يعني فعلا شيء محزن للغاية. في عنا كمان رواية رواية عنايات الزيت. نحن بعد معنا 6 دقائق يعني معنا وقت نقدر كثير. عنا رواية لعنايات الزيت، الحب والصمت، التي نشرت بعد انتحارها سنة 1963، وقد حولت إلى فيلم وصدر كتاب عن هذه الروائية المجهولة. هو كتاب واحد وخلاص. طبعا احنا حكينا عن الكاتبات، ربما كاين اللي يقول علاش تحدثنا فقط عن الكاتبات، نتحدثوا عن الكتاب. كان مارسيل بروست اللي كتب رواية ضخمة جدا اللي هي البحث عن الزمن الضائع، معروفة، والبحث عن الزمن المفقود حسب ترجمة غالب هلسة. مارسيل بروست كتب 4 أجزاء في هذه الرواية. أكثر من 4400 صفحة. يعني شيء مهول. وتخيلي أنه مات من الإرهاق من الكتابة، فهو شهد صدور الجزء الأول، أما الأجزاء 3 التي تبقت صدرت بعد وفاته. صدمة. نعم. يعني صدمة عن جد صدمة. ما حبيتش الصدمة، ولكن هذا هو الواقع. نعم. جي دي سالينجر اللي هو كاتب أمريكاني مجنون. كتب رواية واحدة اللي هي الحارس في حقل الشوفان. الحارس في حقل الشوفان كتبها على أساس رواية للكبار، ولكن صدم أنه حقق نجاح مهول بين الشباب وبين المراهقين. منعت الرواية، أكثر رواية منعت في أمريكا. لماذا؟ أكثر رواية. نعم. سأخبرك لماذا. أكثر رواية فرضت في المدارس والثانويات. شيء متناقض عجيب. باعت 65 مليون نسخة من أول ضربة. انتشر. علاش الرقابة حاربت هذه الرواية؟ وحورب الكاتب أيضا، اتهم أنه شيوعي، يعني تهم كثيرة لاحقت. قيل على فكرة إذا قرتيها ممكن الآن هناك روايات كثيرة جدا فيها المبتذل وفيها السباب والشتائم وما إلى ذلك، لكن آنذاك يعني هو انشرها في في في, في أوائل الخمسينات ربما، آنذاك كان هذا الكلام ممنوع يكون في الأدب. وهذا هو يعني حتى أنه اتهم أنه يدعو الشباب إلى معاقرة الخمر والكحول. والكذب. لأنه بطلوا
كان شاب مراهق ضائع ومتمرد، تمرد على كل شيء وجرب كل شيء. ولكن فضيلة حتى الساعة يعني هناك انتقادات لمثل هذا النوع من الروايات وتنفيذ هذه الروايات، حتى إذا كانت نفذت بالتلفزيون أو بالدراما أو بالسينما. صحيح. دائما ما نجد أنه يعني هي سيف ذو حدين، أنه المخرج أو حتى اللي كتب القصة أو الرواية يقول أنه نحن عم نعرض الواقع، والجانب الآخر بيقول دائما أنه أنت عم تنشر الفسق وتنشر الفجور وتنشر الخطأ. شوفي المشكلة أنه كلما زاد الوعي كلما اكتشفنا أن الرواية مجرد مرآة للواقع. نعم. يعني الكاتب إذا ما عاش هذه الأشياء وشافها فهو لن يكتبها. صح. يعني من أين سيختلقها؟ نعم. نحن يوميا مثلا نسمع كلام بذيء في الشارع، شارع العربي كله. نعم. يعني هذا شيء عادي. صح. التحرش بالبنات مثلا. نعم. بالنساء يبدو عاديا. نعم. ولكن لما بتقرأي وبتقرأي قصة تبدو بشاعته بشكل أكبر. نعم. وهو لأنه يشعر بتعرفي كل ملابسات المتهم. صحيح. يشعر القارئ أنه المتهم في نوض يعمل ثورة على أساس أنه هذا الكتاب مرفوض. ولكن في الحقيقة يجب أن تكون الرواية هي هذا الشيء اللي قلنا يجب أن نقوم بإصلاح. نعم. نعم. دائما الرواية. صحيح. الفن، الإبداع، يعني كل شيء، اللوحة، القصيدة، الفيلم، سمي لي اليوم أي فيلم أمريكي أو فرنسي ما تسمعيش فيه شتائم. صح. صح. لدرجة أنه في الترجمة إذا انتبهتي يعني تكون شتيمة وإحنا على بالنا وعرفناها. نعم. ولكن تترجم بكلمة أخرى، بكلمات مغايرة أخرى. تماما. نعم. صح صح. فضيلة، الحارس في حقل الشوفان وكل ما وجدته من جدل ومن منع، بأي عام حصلت؟ يعني في بداية الخمسينات. ببداية الخمسينات، يعني وقت اللي كان هناك قيود أصلا كبيرة. كان هناك قيود وكان شيء اسمه شيوعية مرفوض جدا في أمريكا. يعني يبلغ أنه حتى المخابرات كانت تضايق الكاتب آنذاك. نعم. وإذا الفيلم أيضا متوفر على فكرة على منصة نتفليكس إذا تحبي تشوفيه. نعم. راح تشوفي معاناة الكاتب. يعني آخر شيء قرر أنه يعتزل نهائي هذا المشهد الثقافي كله، المشهد المثقفين والأدباء لكي يرتاح. نعم. نعم. وهلأ بنلاقي يعني أصلا بين ذاك الوقت وهذا الوقت عم نلاقي أنه في معاناة من نوع آخر كمان للكتاب ولكل شخص عم بيفكر أنه يكتب رواية. مقص الرقابة لا يزال موجود. صحيح. ولكن صحيح. الانتشار أيضا هناك مشكلة فيه، من ناحية أنه من قبل كانوا الناس ممكن بيهتموا أكثر بالقراءة، ما عندهم هذه الملاحيات كحياتنا الآن. الآن بتلاقي المجتمعات العربية للأسف وحسب دراسات كثيرة يعني أجريات يعني تبتعد عن القراءة، تبتعد عن. أنا ربما أخالفك الرأي. ليه؟ خبريني. أنه مؤخرا الأجيال الجديدة العربية تلجأ. نعم. إلى القراءة. نعم. علاش؟ لأنه مواقع التواصل الاجتماعي تشجع على القراءة. أصبحت تنشر أحيانا مقاطع لكتاب، أحيانا تلقاي مقطع قصير جدا ولكنه يعني شيء قطعة من نفسك. فتبحثين عن الكتاب لقراءته. نعم. أنا شخصيا أتابع أكثر من صبية وشاب يروجون للكتب. جميل. ويقرؤون كتب يعني بشكل أسبوعي. ويقدمون قراءات فيما اختفت القراءات في الصحف أو المواقع اللي هي كانت سابقا صحف محترمة. على كل حال فضيلة، يعني نحن في عندك شيء هيك بدك تقولي؟ فقط نقول لك أنه هناك كتاب مثلا اشتهروا برواية واحدة مع أنهم عملوا منجز روائي كبير. نعم. كما إيميلي نصر الله. الله يرحمها. نعم. اشتهرت بطيور أيلول وهي عندها منجز روائي جد روائي كبير. والكثير منها مثلها يعني. أيضا يعني من الكتاب والكاتبات اللي عملوا إنجاز كتير كبير. صح. ولكن انشهروا برواية واحدة. فرانسواز ساغون اللي قالت صباح الخير أيها الحزن اشتهرت بهذه الرواية وكأنها كتبت رواية واحدة. الطيب صالح أيضا. نعم. رحمه الله أنه موسم الهجرة إلى الشمال كأنه هي روايته الوحيدة. صح. مع أنه عنده أيضا منجز روائي مهم. بدي أشكرك جزيل الشكر الروائية فضيلة الفاروق على كل يعني هالإفادة اللي دائما بتنشرها. وأشكر كل الأوفياء. كل الأوفياء. نعم.